انا علاقتي بالنجم تامر حسني يمكن 21 او 22 سنه، من ايام وانا طالب في المعهد. يعني اعرف تامر، كان كنت بساعد اخراج مع الاستاذ محمد متولي المخرج في المسرحيه، كان بيخرجها للجامعه عند تامر، ومن هنا عرفنا بعض. وبعد كده اشتغلنا مع بعض في مسرحيه، في مسرح البالون، وتطورت بقى لما دخلت الحفلات. في ال 17 او 18 سنه اللي اشتغلناهم حفلات، يمكن انا ليا نصيب 80% يمكن من الحفلات بتاعه تامر حسني، وده حاجه شرف ليا طبعا. عملت فوق ال 300 400 حفله مع تامر، واكتر من 200 برام. فانت لما تيجي تدور تلاقي فيه 600 حدث حصل ما بيننا في خلال 16 17 سنه، فده رقم ضخم جدا. ده من حب انا بحب تامر على المستوى الشخصي غير المستوى الفني. وهو دايما كان سبورت، يعني لما ابتديت الحفلات هو اول حفله عملتها في حياتي في اول جامعه خاصه كانت معاه، وهو اللي عرفني اكلم وبقى يكلمني الفنانين يقول لهم ده قريبي وادوا له سعر كويس. انا فاكر يمكن اول حفله عملتها كان تامر حسني متقدم مني 4500 جنيه. فتامر دايما ليه يعني دايما له يعني بصمه معايا في حته الحفلات، وان هو كان بيسبورت ليا، وانا كنت برضو دايما بحاول في حفلاتي مع تامر اكون مختلف ومتجدد. تامر جريء جدا، تامر متغير دايما، كل شويه بيشوف الجديد ايه ابديت، فهو دايما عنده بالعكس، وعلى الستيج بيقدر يعمل بيرفورمانس هايل، وبيعرف يرقص، يعني عنده كل العوامل دي. فبالعكس لا هو ما بيخافش، هو جريء. عملت مع تامر يمكن في 4 5 دول، في الاردن عملنا، وفي الكويت عملنا، وفي ليبيا عملنا، واول حفله في السعوديه في تاريخ السعوديه كان اول حفله مطرب يغني فيها كان تامر حسني. كانت حفله انا اللي مودي تامر، وانا اللي اشتغلتها مع محمد زكي ساعتها. لا يعني انت بتتكلم في اخر حقبه زمنيه، اعتبر انا عملت له فيلمين ورا بعض. عملت اول فيلم من 30 سنه ما كانش تامر، كنت برضه داخل تجربه جديده وخايف ريسك بتامر، فعملت فيلم بكومبو نجوم كبار كده والحمد لله ربنا. وجيت قلت له بص انا اهو، ان تامر في السينما قوي جدا وليه قاعده جماهيريه كبيره، فانا ما كنتش عايز اريسك معاه او اضحي يعني بصداقتنا بسبب فيلم في الاخر. كان عملنا تصبح على خير، كنا ابتدينا عملنا نقله في شكل الافلام بفيلم بفكره جديده. تامر كان فيه ممثل قوي، وعمل ساعتها كان اعلى ايراد في افلام تامر. جينا بقى عملنا بعد كده مفاجاه البدله، واللي هو لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها هو اعلى ايراد لفيلم كوميدي في التاريخ لحد اللحظه اللي احنا فيها دي الحمد لله. بعد كده دخلت عملت كذا بلانكا، وبعد كده اهل الكهف، وتامر عمل فيلمين. بس دايما يعني في اي وقت هتلاقي في مشروع يطلع بيننا انا وتامر، بدلة اتنين، بدلة تلاتة، فيلم مختلف خالص. ممكن انا عندي مشروع اسمه شغل خواجات، يعني كذا حاجة ممكن اعملها، بس في الوقت اللي تامر هيكون فاضي فيه واكون انا يعني جاهز ان احنا نعمل فيلم، لان الناس هيبقى فيه مسؤولية ايه الجديد اللي هيقدمه الكومبو بتاع تامر وليد. لان زي ما بقول احنا في قرفة كده ما بيننا احنا الاتنين، الحمد لله ولا عمر حفلة وقعت لنا او فيلم اشتغلته دي لا قدر الله ما عملش اللي هو كان يتمناه. عارف تعرف تعد لحد كام؟ احنا كنا كده في البدل، وكان انا عندي الايمان ده خلي بالك قبل ما الفيلم ما ينزل، لما قفلت الفيلم واتفرجنا عليه، لا احنا ان شاء الله هننزل يا جماعه. لا بس ما تقعدش تقول كده، قلت لهم لا ان شاء الله، انا بقول لك احنا عاملين فيلم عائلي جديد الناس هتطلع تضحك منه. وكان تامر واكرم يعني عاملين اعلى كوميديا، اللي هو لغايه دلوقتي يعني ما حدش، وانا شايف انها عشان حد يعديها في لسه سنه كمان مثلا على الاقل، ولو عديناها نعديها ان شاء الله بتامر واكرم. البدله هو كان اخر حاجه في مصر، كان 71 وشويه. خارج مصر لا، يعني اصل بص الموزع الخارجي اول ما ليه بيكلمني بيقول لي يلا نعمل جزء تاني، ببقى عارف ان هو ربنا ايه راضاه قوي يعني. وكان ساعتها يمكن الاستاذ يوسف الطاهر هو اللي واخد التوزيع الخارجي، ولا يعني لا عمل ارقام. احنا البدله ساعتها كان اعلى ايراد داخلي وخارجي وكل حاجه يعني. تامر حسني اخ وصديق، نجم كبير، ودايما بتشرف بصداقتي بيه، وبقول له انت في حته تانيه يا تامر، كل سنه طيب.